انضم إلينا من بروكسل سلام كيان لمراسل غد. سلام، البرلمان الأوروبي إذن يوافق على فرض حزمة عقوبات جديدة على طهران، هل لك أن تضعنا في التفاصيل؟ نعم سهام، المباحثات أو المناقشات داخل البرلمان الأوروبي يوم 17 أول أمس جاءت أو تمحورت حول انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها السلطات في إيران، وحول التعدي حتى على المواطنين الإيرانيين خارج إيران تحديدا داخل الاتحاد الأوروبي، وأيضا مساعي إيران أو دعم إيران لروسيا بالمسيرات. بناء على هذه النقاط الثلاث، بأن إيران تخطط بدعم روسيا بالمسيرات، بل وايضا بدعمها بصواريخ، هنالك خطط لدعمها بصواريخ ارض ارض لتستخدمها في اوكرانيا، وان هنالك عمليات قمع واعدام متكرره تجري في ايران وتهديدات للمواطنين خارج ايران. لذلك راى البرلمان الاوروبي بان قاعده العقوبات يجب ان تتسع وان تشمل اشخاصا اخرين لتشمل كافه اطراف النظام الايراني. لذلك كان هنالك تصويت بالامس على اضافه اسماء خامنئي ورئيس إلى هذه تعديل لمسودة القرار. وافق البرلمان بالأمس ب 600 عضو على هذا القرار، اليوم وافق بالإجماع على ضرورة أن تشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي كل أطراف النظام الإيراني، خامنئي رئيسي وأيضا منتظري المدعي العام، وأيضا بأن يكون هنالك حزمة رابعة من العقوبات تفرض على الحرس الثوري الإيراني بشكل مباشر، وأن يتم تصنيفه ضمن قائمة الإرهاب الأوروبية، وأن تشمل هذه العقوبات أيضا الأذرع العسكرية الموجودة حتى خارج إيران في سوريا على سبيل المثال. وبالتالي تدخل هذه التشريعات الجديدة أو المقترحات البرلمانية ضمن أعمال وزراء الخارجية يوم الاثنين المقبل في 23. ربما مؤكد أننا قد عقوبات جديدة على طهران، ولكن من غير المؤكد حتى الآن أن يتم إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب، خاصة وأن هذه النقطة كانت محط خلاف في مباحثات فيينا، طالبت بها طهران أن ترفع الولايات المتحدة الحرس الثوري عن قائمة الإرهاب الأمريكية، وهذا ما أدى إلى توقف بطبيعة الحال في مارس الماضي المباحثات النووية الإيرانية، وهما تتخوف عمليا منه سهام. بعض الدول الأوروبية تريد المفوضية الأوروبية الاستمرار بهذه المباحثات، علما أن هنالك خلافات حتى الآن حول هذه النقطة على وجه التحديد. شكرا جزيلا لك سلام كيالي، مراسل الغد في بروكسل.